وكان أصحاب الجلالة والسمو قادة رؤساء ووفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب قد تبادلوا مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب. ومثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي معالي وزير الخارجية ريكس تيلرسون. لغايه المشترك في تعزيز التعاون في مكافحه التنظيمات الارهابيه وتشكيل مصادر تمويلها. فقد تم التوقيع على مذكره تفاهم حول مكافحه تمويل الارهاب بين دول مجلس التعاون والولايات المتحده الامريكيه لتاسيس مركز لاستهداف تمويل الارهاب. ويتم الان تبادل المذكره بين الجانبين. ويمثل مجلس التعاون صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه، ويمثل الولايات المتحده الامريكيه معالي وزير الخارجيه تيلرسون. فليتفضل سموه واصحاب السمو والمعالي وزراء خارجيه دول المجلس. Summit convenes to affirm our mutual determination to work together in combating terrorist organizations and drive up their funding, and to establish a center in Riyadh to target the financing of terrorism events in GCC states. Secretary of the State Rex Tillerson will represent the United States.